يعني اكيد هذا الرز انا شام ريحه رز شغل الغزال. الشيف سحر أبث دولة العراق، وهاي أول مشاركة لي على المستوى الدول العربية، وأنا الوحيدة اللي جاية من العراق. هاي أول مشاركة للعراق بمصر الحبيبة. إن شاء الله أنا مشاركة بفئتين، فئة الطبق الرئيسي وفئة الكيك ديزاين. الأكلة اللي راح أقدمها إن شاء الله من الفولكلور العراقي البحت. الشيف نديم ملحم من فلسطين، وفد نادي الطهاة الفلسطيني بيشارك للمرة الثالثة في المرة الرابعة في صيغة مهرجان جولدن شيف الدولي، وذلك من أجل تدعيم هذا المهرجان وأجل إيجاد حل دائم وثابت لموضوع أنه في اتحاد عربي وإيجاد أكثر من جهة داعمة لهذه المهرجانات داخل جمهورية مصر العربية. فإحنا من هذا المنطلق كدولة فلسطين بنشارك في المهرجان باستمرار من أجل تدعيم وجود المهرجان، ونحب نستغل هذه الفرصة أنه نشكر القائمين على هذا المهرجان لإنجاحه. إنجاح أي مهرجان هو بتم بالمشاركة الواسعة في أي مهرجان على غرار وجود اتحادات دولية واتحادات عربية، أنه يكون في عندنا الاتحاد العربي اللي بيشملنا وبضم جميع الدول العربية تحت مظلة واحدة. ومن هنا بنجد أنه في عندنا مهرجان جولدن شيف الدولي اللي بنظم هذه المهرجانات باستمرار، بحاول يجمع الدول العربية تحت مظلة واحدة. فعشان هيك احنا ندعو الجميع لتكاتف الجهود وتضافر الجهود خلف هذه المؤسسة اللي بتعمل على إنجاح هذه الفكرة وترسيخها كل سنة باستمرار. صباح النور على مشاهدينا الكرام، نحن هنا بشرم الشيخ متواجدين في المهرجان الدولي جولدن شيف في طبعته الرابعة برئاسة السيدة نيفين أبو زيد كرئيسة الوفد الجزائري الشيف وداد شردودة وحكم دولي بالمهرجان. يعني أشكر الرئيسة للدعوة، ويعني عاوزة أكد أن الجزائر كانت حاضرة بالطبعات الثلاثة السابقة اللي كانوا ناجحين 100%، ولهذا الشيء يعني إحنا جينا للطبعة الرابعة وبإذن الله سنكون حاضرين في كل الطبعات. جولدن شيف مهرجان دولي، يعني من لزوبجيكتيف تاع المهرجان انه يلم شمل الدول العربيه، يكون يعني هناك تبادل خبرات، يكون هناك التحاق الالتئام الصداقه، يعني كل هاي راح تكون مفيده بالنسبه لمصر ام الدنيا. كم شيف وداد عابس من المملكه الاردنيه الهاشميه، شيف وحكم دولي، مسابقات دوليه مهرجانات دوليه ان شاء الله، واول مره لي عم بشارك بمهرجان جولدن شيف، وانا كثير مبسوطه بهي التجربه. بمثل طبعا اكيد دولتي المملكه الاردنيه الهاشميه كحكم شيف وايضا عضو اداري في منطقه الطهاء المحترفين حول العالم، وعضو اداري طبعا في مهرجانات عالميه. يعني كثير مبسوطه هي التجربه اني انا اجرب المهرجانات خصوصا بمدينه شرم الشيخ السياحيه، واشوف وجوه مصر الطيبين على الواقع، وايضا قديش ناجح هذا المهرجان بالسنوات السابقه، وان شاء الله هاي السنه راح يترك بصمه كثير احلى واحلى من السنوات السابقه. معكم الشيف فاطمه مستبشر من مدينه المغرب، ممثله فيدراليه المغربيه لفنون الطهي. من هذا المكان الجميل جدا جدا اقدم تحيه كبيره للناس المنخرطين والناس السهرين على إنجاح هذا المهرجان الدولي العظيم. وكل شخص في الخفاء أو في الواجهة على كل شيء جميل قدموه لنا. المهرجان قائم على 9 دول عربية: تونس والمغرب والجزائر فلسطين لبنان ليبيا السعودية المغرب. دي الدورة الرابعة ليه بيتنافسه على ابتكار طبق ما يكونش مدرك في المطاعم أو الفنادق. احنا بنشتغل فكر جديد وحاجة تليق باسم مصر. بالناس دي بتيجي يدعموا السياحة لأن هم بيجوا طيران وإقامة على حسابهم عشان يشتركوا في مهرجان جولدن شيف ويشرفوا بلدنا ويشرفوا بلدهم بمسابقات زي دي. فأنا بشكرهم جدا، وبشكر قناة تن، وبشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ومساندته لينا، وسيادة المحافظ الجميل جميل اللي أنا فعلا بحبه من الناس اللي أنا بحبها جدا جدا جدا، سيادة اللواء خالد فودة. تحياتي لحضرتك يا سيادة اللواء، وألف شكر على كل الدعم اللي أنت بتقدمه لنا، وميرسي ليكم إن أنتوا جايين تغطوا حدث